السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هانية وليداتكم كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم نطيبو لكم، نديرو معاكم الحوت، نعطيكم الانجريديان. ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا درت هنايا السيباس، ثلاثة ديال السيباس عندي في هاد الحوت، السيبريم والسيباس. اوكي، من بعد غنقيهم نحيد لهم هذا سميتو ديالهم. هنا راه حيدتو، غنحتاجو ان شاء الله الرحمن الرحيم. درت واحد بصلة صغيرة ديال البيضة، بصلة بيضة تكون صغيرة. درت واحد الرز ديال التومة باش ندير الشرمولة. اوكي، درت واحد الليمون زيست، ديك الجلدة ديال الحامض حكيتها هو سميتو اللي كنديرها معاها. وغندير واحد حامضة ديال عصرتها ديال الليمون، وغندير جوج عواشق ديال التحميرة، وغندير جوج ديال الكمون، جوج معالق صغار، وحدة عشق صغيرة ديال البصل، وحدة صغيرة ديال الملحة. اوكي، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غنخوي عليهم شوية ديال الزيت. ودرت شوية ديال الكورياندر وبيرسلي، شوية ديال القزبور ومعدنوس. من بعد غنطحن هاد البصله ديالي والثومه ونخلط كلشي، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم نقي الحوت ديالي. ندير البصله، نخلط كلشي، ندير الربيع واخا ديجا قطعته ولكن خصني مازال نطحن شوي. الثومه ديالي انا غندير هادوك ثلاثة د الحوتات، والاخرين ان شاء الله غنمارينيهم وندخلهم للفريكو حتى ندير العطريه. نخوي فيها الخوري الحامض، شوية زيت، من بعد نزيد الزيت إلا خاص تاع اوكي. ريبيت دي انغريديان، اي هاف تو سيباس ان تو سيبريم. اوكي، شي شرم في الشرمولة، اي بوت 1 تيسبون اوف بلاك بيبر، 2 teaspoons of cumin, 4 teaspoons of paprika, 2 garlic, 1 medium onion, coriander, parsley, lemon zest, 2 teaspoons, and lemon juice. Okay, and then mix all. نبقينا معكم دابا الحوت ديالنا، أنا غنشرملو إن شاء الله. Okay, هكذا ما فيش. كندير لهم هكا، نقطعهم شوية هكا باش ندق لهم الشرمولة. تي هكذا هكا تي تي to put shermola inside. الحوت جديد، نيو. Thank you.
كيرش تنبولا لكلشي تكله تكله اللي ما تكلاش يدخل خصني نقيها شوي مول سي باسين سي بريم دوك صغار ديالو هذا فيه شويه الشوك ولا خلا لا نبداو في الشرمولة تاعهم نجيب شي نشرملهم نحطهم في سميتو بسم الله ندخل الشرمولة هنا لداخل تاعهم شي مزيان سوري تبوت شرمولة بين دي بين هادو هنسوار بين الداخل اللي ندخل ديك سميتها الشرمولة اوكي انا قطعت بصله هكا بروفا انا ما غندير والو فيها وغنقطع شي ماطيشه شي ماطيشه تاع هكا انا هنا كناكل الحوت هكا بلا حاجه زعما
ممكن نجيب الحوتات ديالي نحطهم عليهم هك ندير لهم هكا نحي لهم شويه البطاطا شويه الحامض داسي اوكي ندير واحد شويه البطاطا بوتيتوس بطاطا هكا طريفه تاع شويه وصفي ندخل الفرن اوكي انا نطلق وندير شويه ديال الليمون ديال الحامض الفوق بوت سام ليمون دي توب هذا ناس ندير تري بوتيتين دي اوفن فور 20 مينيت نديرو في الفرن عشان دقيق لانه هو سهل وديك بطاطا ومطيشه درتها سلايس قطعتها رقيقه وسميتو غطيب فيه سهل اوكي نبلو هاد الكاريت لبيض وغندير ليه هاد الالومنيوم اللي فوق منسدوش كاع ها اوكي نبقى تطلع هدا ونديرو الفرن وداك الحوت اللي صارت لي ندير جوج هنا جوج هنا ندير كدير لهم التيكيت تاعهم كدير فيش ودير لا دات 7/10/21 كتكتب شي اللي بغا يجبد من الفريكو كيشوف اللحام والدجاج وهذا حوت 7/10 كدير له التاريخ ديالو اوكي ودابا سيدي غنجمعو الروينه نغسلو الموعن نكادو الكوزينه هادشي مادامو تسد علينا اوكي يلاه ملي يطيب الحوت ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نشاركو معاكم اوكي اوكي هذا هو الشكل النهائي ديالو يلاه دارو لي فلوسكم السلام عليكم هذا تهلاو حتى الفيديو يجي ان شاء الله اوكي انا ديال هنا كناكل فيه هذه الدار ملي دخلوا يلا سيدي تهلاو لي فريسكم يلا السلام عليكم يلا نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم يلا السلام.